يا أيها الأخوة، أول مرتبة في الجنة أن تدخلها وأن تستمتع بالبساتين والأنهار من العسل المصفى، والأنهار من لبن لم يتغير طعمه، والأنهار من خمر لذة للشاربين، والأنهار من ماء غير آسن، وبالبساتين وبالحور العين وبالولدان المخلدين إلى آخره. هذه متع الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى وصف متعا أرقى من ذلك، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل وعد المؤمنين أن يسعدوا برؤيتهم إليه، في أعلى، في الأعلى، ورضوان من الله أكبر، يعني أن يرضى الله عنك، أن يشعرك أنه يحبك، هذا أعلى شيء يناله إنسان. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. أيها الإخوة، لقد أثبت الله جل جلاله للمؤمنين يوم القيامة أنهم ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل، فما أعطوا في الدنيا ولا في الآخرة نعمة هي أعظم من تلك النعمة، ولم يعطوا نعمة هي أقر لأعينهم من هذه النعمة. يعني أعلى عطاء يناله الإنسان أن يسمح له يوم القيامة أن ينظر إلى وجه الله الكريم. في بعض الآثار ورد أن المؤمن إذا نظر إلى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة 50,000 عام، لكن في الدنيا مستحيل. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان من أولي العزم، ومع ذلك حينما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لم يتحمل سيدنا موسى وهو من أولي العزم أن يرى تجلي الله عز وجل على الجبل. هذا المعنى تؤكده آية كريمة هي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة، هاتان الآيتان أصل في هذا الموضوع. إلى السنة النبوية الشريفة الصحيحة، في صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. يعني نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قد رأى ربه. أما يوم القيامة فيهيئ الله للمؤمنين ما يؤهلهم لرؤيته سبحانه.
بعد أن يأذن لهم. فقال جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، نظارة العمل الصالح، نظارة الطهارة، نظارة الحب، نظارة الصفاء، نظارة الاستقامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار فبالمقابل يحرمون من هذه النعمة العظيمة، فلا يبصرون إلا ما يخزيهم. قال جل جلاله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجبت عنك نعم الأرض وسمح الله لك أن تكون موصولاً به فأنت أسعد الخلق، وإذا أعطيت الدنيا وما فيها وحجبت عن الله فأنت أشقى الخلق. أيها الإخوة، في التنزيل أيضاً للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ففي صحيح مسلم أيضاً عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا يا رب؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ولا يستطيع إنسان كائناً من كان مهما علا شأنه ومهما تألق في سماء المعرفة أن يعطينا في العقيدة من عنده. هذه عقيدة، هذه أصل الدين. إن صحت عقيدة الإنسان صح عمله، وإن فسدت فسد عمله. وعن جابر رضي الله عنه من حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، أي يوم القيامة، مما يدل على أن المؤمنين ينظرون إلى وجه الله الكريم، يعني دليل القبول والرضا. إنسان إذا طرق بابك واستقبلته مبتسماً فابتسامتك دليل قبولك له وترحيبك به. أيضاً في الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عياناً. وفي رواية: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. يعني في الآخرة الله عز وجل يهيئ المؤمن بإمكانات تتيح له أن يرى الله عز وجل، لكن طبيعة الأجسام في الدنيا لا تحتمل التجلي الإلهي. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ماذا تستنبطون؟ أن رؤية وجه الله العظيم لها ثمن في الدنيا، من ثمنها المحافظة على الصلوات، ومن أفضل الصلوات محافظة صلاة الفجر وصلاة العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناساً قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟
فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس معها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. هذا الحديث دليل آخر على أن الإنسان يوم القيامة إذا كان من أهل الجنة يهيأ لرؤية الله جل جلاله. أيها الإخوة، في صحيح الترمذي عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. فقال مسروق: فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. يعني فزعت لهذا الكلام. قلت: رويداً، ثم قرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت: أين تذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمداً رأى ربه؟ أو كتم شيئاً مما أمر به؟ أو يعلم الخمسة التي قال الله فيها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر الآية؟ من فعل هذا فقد أعظم الفرية، ولكن رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد، له 600 جناح قد سد الأفق. إذاً السيدة عائشة رضي الله عنها نفت أشد النفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكنه رأى جبريل. في رواية أخرى قلت لعائشة: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل عليه السلام، كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وله شاهد آخر في الصحيحين عن ابن مسعود في قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، وفي قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وفي قوله: رأى من آيات ربه الكبرى، قال فيها كلها: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أيها الإخوة، أحد كبار العلماء يقدم تعليقاً يجمع بين رواية ابن عباس وبين نفي السيدة عائشة. يقول هذا الإمام الجليل: ليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضاً لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الفجر، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم، رآه حقاً، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. لكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان. أيها الإخوة، إذاً حينما قال لقد رأيت ربي كان هذا في المنام وليس في الإسراء والمعراج، وليس بعيني رأسه
ولكن بعين قلبه، وهذا يمكن ولا يتناقض مع الآيات والأحاديث. يعني نريد أن نستنبط من هذه النصوص الصحيحة أن المؤمن عليه أن يسعى في دنياه الزائلة والفانية إلى أن يصل إلى الجنة، فيكون قد حصل أعظم عطاء يناله مخلوق في الكون، المؤمن الذي يستحق دخول الجنة، ثم يؤهل كي يرى الله عز وجل، يكون قد حصل أعظم عطاء يناله مخلوق في الكون منذ أن خلق الله الكون وإلى نهاية الساعة. الآن هذه الرؤية المنامية ما تفاصيلها؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات، والكفارات المكس في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا بد من أن أحيطكم علماً أن هناك من يتأول الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة. وهذا التأويل الموهوم مردود قطعاً، لأن هذا القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فما في هذه اللغة من قواعد. نظر إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، نحو قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. إذا عدي بنفسه معنى ذلك الانتظار، وإن عدي بفي فمعنى ذلك التفكر والاعتبار: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، نحو قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بعيني الرأس، يعني المعاينة والتفحص. إذاً وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معنى ذلك أنها تنظر إلى الله لا تنتظر. معنى الانتظار لا يأتي من تعدية الفعل بإلى، تعدية الفعل بإلى معناه النظر والتمحيص، وتعديته بفي معناه التفكر، وتعديته بذاته معناه الانتظار. وسئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى إلى ربها ناظرة، فقيل: قوم يقولون إلى ثوابه، ناظرة إلى ثوابه. فقال مالك: كذبوا، فأين هم عن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ الآية الثانية تفيد أن الأولى ناظرون بمعنى النظر.
فقال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم. وقال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب فقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من المعاني المخالفة المعاكسة أن الله عز وجل إذا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المعنى المعاكس: المؤمنون ينظرون. إذاً الآن ماذا ننتفع بهذا الكلام؟ ثبت لديكم أن رؤية المؤمن لله عز وجل ثابتة قطعاً في الكتاب والسنة، فماذا ينبغي أن يفعل حتى يصل إلى هذه الرؤية؟ لذلك أيها الإخوة، هذه الدنيا حينما يسعى الإنسان إليها وينسى ربه فقد باء بخسران مبين. والله أيها الإخوة، ما من خسارة تحيق بالإنسان كأن يخسر الآخرة، لأن الجنة أعظم عطاء أعددت لعبادي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، دائرة المرئيات محدودة. يقول لك واحد من الناس: أنا رأيت الصين ورأيت مصر فقط. يقول لك آخر: أنا رأيت أمريكا وإنجلترا والمغرب. دائرة المرئيات محدودة جداً، لكن دائرة المسموعات يكفي أن تستمع إلى الأخبار، فإذا أنت أمام أخبار تدلك على بلاد ودول وعواصم وأماكن وسدود وجبال وسهول وبحار وما إلى ذلك، فإذا كانت دائرة المرئيات محدودة فدائرة المسموعات غير محدودة، لكن دائرة الخواطر هذه لا تنتهي، لا نهاية لها. لذلك جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا أيها الإخوة، أول مرتبة في الجنة أن تدخلها وأن تستمتع بالبساتين والأنهار من العسل المصفى، والأنهار من لبن لم يتغير طعمه، والأنهار من خمر لذة للشاربين، والأنهار من ماء غير آسن، وبالبساتين وبالحور العين وبالولدان المخلدين إلى آخره. هذه متع الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى وصف متعا أرقى من ذلك. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله عز وجل وعد المؤمنين أن يسعدوا برؤيتهم إليه. في أعلى، في الأعلى ورضوان من الله أكبر، يعني أن يرضى الله عنك، أن يشعرك أنه يحبك، هذا أعلى شيء يناله إنسان. فبين جمال الجنة وبين جمال وجه الله عز وجل وبين رضوان الله عليك، هذا الذي ينبغي أن نسعى إليه أيها الإخوة. وأسباب دخول الجنة بين أيديكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أسباب دخول الجنة متاحة لكل مؤمن، لكن إذا قصر فالمشكلة مشكلته. يعني ملاحظة: العلم في الإسلام ليس مطلوباً لذاته أبداً، المطلوب أن يعمل به، فالعلم ما عمل به، وإن لم يعمل به لا جدوى منه. لعلي أوضح لكم هذه الفكرة وهي مهمة جداً. إنسان مصاب بمرض جلدي، علاجه الوحيد أن يتعرض لأشعة الشمس، فلو قبع في غرفة مظلمة ذات رطوبة عالية ثم بدأ يتحدث عن الشمس وعن سطوعها وعن جمالها وكيف أنها في رابعة النهار وكيف أن أشعتها مطهرة، ما
ما قيمة هذا الحديث؟ لا قيمة له إطلاقاً، لأنه لم يتعرض لأشعة الشمس. لذلك أحياناً المسلم أو المؤمن يظن أنه إذا طلب العلم وأحاط بمعنى هذه الآيات وتلك الأحاديث انتهت المشكلة، ما انتهى شيء. هذا الفرق الجوهري بين أصحاب النبي رضوان الله عليهم وبين المؤمنين المقصرين في آخر الزمان. ما لم تنقلب هذه المعلومات وتلك الحقائق وهذه النصوص إلى سلوك يومي فلا جدوى من تعلم هذا العلم. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى، لأنك مسؤول، صار العلم حجة عليك وليس حجة لك. يكون العلم حجة لك إذا طبقته، ويكون العلم حجة عليك إذا خالفته. وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه الجنة أبوابها مفتحة في الدنيا، وأسباب دخول الجنة بأيدي كل المؤمنين، فما علينا إلا أن نتحرك. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم يتحرك المؤمن إلى الله كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله فلا جدوى من حياته، لأنها تضيع للوقت من دون ثمرة يانعة يقطفها. والحمد لله رب العالمين.